على الجاكيت اقلعها. خلي حاجه في العربيه يا ناصر. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش قلت لك ساعة ونص بالظبط؟ أنا كنت فاكراها أطول من كده. لا لا، أنت عارفة لما الطريق جديد يتعمل نوصل هنا يا دوب في ساعة من القاهرة. طب كويس. أهلا وسهلا، أنت إزيك؟ عمرو. مهندس وائل مدير المزرعة. أهلا وسهلا. دلوقتي هنروح نغير لبسنا عشان يعقمونا. إيه يعقمونا دي؟ أنا متعقمة. لا لا، ده خطر على البقر. هو إيه اللي خطر على البقر؟ كريمات والبرفانات دي خطر على البقر صدقيني. منورين. شكرا. ثانية واحدة من فضلكم. تفضل. ايوه أميرة. وده سبب يخليك تكلميني 100 مرة وتبعتي لي مليون مسج؟ واجي لحضرتك أي حتة. الجوابات دي لازم تتمضي النهاردة. حضرتك قايل في الميتنج إنه بعد يومين لازم هتحط حجر الأساس. ما حطيتيهمش الصبح ليه على مكتبي؟ كنت مضيته. ما حضرتك نزلت على طول بعد ما قابلت عماد القط. وبعدين ما كنتش بترد على التليفونات ولا حتى على تليفون ملك الجرحي لما جت سألت عليك. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما هو انا النهارده لازم امضيهم من حضرتك، لازم اشوفك ضروري. استنى هنا ولا اجي لك على البيت؟ لا يا اميره، روحي روحي وسيبيهم لي الصبح امضيهم. ما اعرفش راجع امتى. يلا مع السلامه. التليفون ده أسوأ اختراع في الكون. على قد ما فيه مميزات على قد ما هو مليان عيوب. فعلاً حاجة مزعجة، عندك حق. تحس إنك متاح لكل البشر، ولو في يوم ما ردتش على حد يزعل منك. أنا لما أحب أفصل أشد الفيشة واللي يزعل يزعل. أنت بقى، بس مش كل حد يعرف يعمل كده. الحياة اختيارات. للي يعرف يختار. تليفونك بيرن أهو، ممكن تردي وممكن ما ترديش. اديني اخترت يا سيدي. شفتي بقى؟ مرة اتنين بس، وبعدين مش كل مرة يعرف يختار الحاجة الصح. شوف يا ملك، أنا معاك إن في ناس كتير بتمشي حسب المفروض عليها. أنا أحب أفرض اللي الناس تمشي عليه. تاكل فطير مشلتت؟ آكل فطير مشلتت. اللي بتاكل بالإيد الفطير المشلتت. أحلى حاجة. شكله حلو قوي. بالهنا والشفا. ميرسي.
عمر. عمر عمر يا نادين دي. بالهنا والشفا. فان كل الاكل اللي قدامك ده انتاج المزرعه؟ كله كله؟ كله. طب والميه؟ ده انت بتتلككي بقى. دي تاني مره تلكك فيها صح؟ تالت مره، انا ما بنساش حاجه. يا ساتر، لا انا بنسى كتير. لا انا مشكلتي ان انا ما بنساش خالص. انا في حاجات كتير بنساها، الا لو حد جرحني او حاول ياذيني، اهو ده ما بنساهوش خالص. يبقى قدامي واعمل نفسي مش شايفاه ولا كانه موجود. يا ساتر، ده انا خفت. انت عايزنا اتزوق قدامك والبس لك الوش الكيوت واقول اللي كل الناس بتقوله لبعض؟ اصل انا عيب ان انا متسامحه اخر حاجه وبنسى القساية، واكتر حاجه بكرهها في نفسي طيبه قلبي. لا طبعا، انسانه عاديه جدا، بحب وبكره وبعند وبزعل وبغير وممكن ساعات نفسن كده. خفت اكتر. انت عايزني اكذب ولا اتلون؟ احنا هنمثل؟ مش دي الحقيقه، احنا كلنا كده. هو احنا مش بني ادمين ولا ايه الحكايه؟ وبعدين انا عجباني كده، ما عنديش استعداد ان اتغير وابقى حد تاني غير نفسي. بالعكس، اوعي تتغيري، انت متصالحه مع نفسك ومصاحباها وفهماها وبتواجهيها كمان. بس انا ما قلتلك ما بنساش حاجه، ما قصدتش كل الكلام ده. امال ايه؟ انا قصدت ان انا لما بيبقى عندي حلم او بتطق في دماغي فكره، اقوم قايم نايم بيها ما انساهاش لحد ما اطبقها. زي المزرعه دي كده، كانت مجرد فكره. كان عندي 7 سنين وقاعد مع ابويا وامي واخويا على السفره بناكل، قايم بصيت على الاطباق اللي بناكلها وقلت الله، ده كل حاجه من الاكل ده جايه من حته. طب ليه ما يكونش في مكان كبير بيجمع كل الاكل ده، يبقى بينت كل الاكل ده يعني؟ ومن هنا جت فكره المزرعه. وكل ما كنت اكبر تكبر معايا الفكره. وبعدين بدات افهم بقى، وأدركت إن العالم كله بيحارب بعضه عشان الأكل ده، لقمة العيش طبعا. وكل الحكومات شغلها الشاغل إنها توفر للشعب لقمة العيش، والناس عايزة تاكل. ولا تقولي لي بقى حرية وديمقراطية وخالتي فوقية، كل ده كلام فارغ ما يجيبش همه. والله العيش ده لو مش موجود تقوم ثورة. عندك حق. استأذنكم معلش. اتفضل يا عمر. تاني يا نديم بيه. عمر عمر اسمه ايه؟ عمر عمر سوري. لذيذ قوي. ايوه حمام، شكلنا مطولين يا معلم. حلو قوي. انا مش عارف ايه اللي جابني النهارده. لا وانا نازل من الشركه عمال اقول لك باي باي يا رامي زي الاهبل. كنت تعالى، كنت عايز تيجي كنت تعالى. والله انا اللي مصبرني، بس في شويه بط وحمام كده زي الفل، دول اللي مصبرني على اليوم الطويل ده. لا وهي قاعده منفضالي اخر حاجه. يعني هي منفضالك ومقضيها حواديت؟ ها عمرو عمرو اسمع، انجز 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 انجز، وفهمها ان هي ما تتعبش روحها وما تسحبش كهرباء على الفاضي، عشان الكامبين ده مش هيتم وحياه امي ما هيكمل. انا لسه جاي من عند اميره ومرياني ديسيجن اللي اخده المستشار القانوني بتاع نديم. العقد بايظ. افهمه ازاي ده؟ العقد بايظ يا عمر، بايظ، مليان مشاكل، ما كانش المفروض يمضيه اصلا. دهوني دهوني هات انا افهمه. عندي هوني دهوني هات انا افهمه. ليه؟ ليه؟ ها؟ عندك انت لسانه وانا اللي قطعنهولي؟ ثم انت ما كنتيش معايا اصلا. ده الاخ نوها يا معلم. بيقول لك مش كنتي رحتي انت المشوار ده؟ يا ريت. بدل الملل اللي احنا عايشين فيه ده. عمرو عمرو اسمعني اسمعني، حاول تفهمها بينك وبينها ايه اللي بيحصل عشان هي ما بتردش علينا، وقول لها ان اميره مولعاها حرب. معرفش معرفش، فهمها بطريقتك يمكن تسمع لك. تمام تمام، كلموني لما تتحركوا، انا صاحي مش هنام. طيب يلا اوكي. سلام. سوري. كلم مين؟ التليفون كده. انت عارفه ان انا طلعت الاول على الثانويه العامه في مصر كلها؟ واو. 99.8 من 10.
وقابلت رئيس الوزراء وكرموني وشهادة تقدير و250 جنيه وقبضتهم 227 و40 قرش بعد الضرايب. طبعا امي وابويا كانوا فرحانين جدا، خلاص بقى الواد هيبقى دكتور زي اخوه الكبير. جيت تنسيق، رحت كاتب رغبه اولى كليه زراعه. ايه ده؟ يعني انت مهندس زراعي؟ اي، ما انا قلت لك بقى الفكره سيطرت عليا، عايز اعمل المزرعه. الزراعه ملك يعني الارض، والارض دي ربنا حط فيها كل اسباب الحياه، حديد، بترول، ذهب، لحد الفول. عشان كده كان عندي حلم اتملك حته ارض على الكره الارضيه. احلى شعور في العالم ان الواحد يعمل حاجه اللي هو بيحبها. طبعا انت عارفه ان الشباب مظلوم في بلدنا جدا، لانه ما بيخشش الكليه اللي بيحبها، بيخش الكليه اللي التنسيق بيوديها له. عشان كده كل ما قابل رئيس الوزراء سيبيه ياكل براحتك، كل يا عمر زي ما انت عايز، كل واللي يفضل نوديهولك لحد البيت. خليك انا دي الاكل بصراحه حلو. بألف هنا وشفا. انت عارف اما قابل رئيس الوزراء ولا وزير التعليم قال لهم ما تلغوا التنسيق بقى، الغوه وخلوا الكليات تعمل اختبارات الطلبه تخشها، واللي ينجح فيها خلاص يبقى داخل الحاجه اللي بيحبها وموهوب فيها، وبعد كده يطلع يشتغل الشغلانه اللي بيحبها. هي فكرة هايلة، بس اللي ينفذها بقى هذي احنا بنقول ان شاء الله يفهمه. تليفونك. لا بقى، ما خلاص هعمل زيك النهاردة واشيل الفيشة. صراحة ما اتشبعش من القعدة دي. ميرسي قوي على اليوم الجميل ده. على ايه بس، تعالوا كل يوم، انتوا نورتوني والله. شكرا. يلا. لا يمكن عايز تاكل حاجة كمان. لا تمام. شكرا يا ملك. فين شنطتي؟ الشنطة ايه؟ كنت قاعدة، معرفش ايه اللي جابها هنا، قاعدة عليها طول الوقت. شكرا نديم بيه، شكرا جدا، نورتوا نورتوا. اتفضلي. بليجر. طبعا ناصر نايم كالعادة. صحية يا عمر. لو تعبانة ابعت لكم سواق من عندي. لا ميرسي بجد، بجدك سواق. انا عمر يلا هنمشي. هو بيصحى. ميرسي يا دكتور. مع السلامة. Thank you so much. نورتي. باي باي. باي باي. انت على طول نايم كده يا ناصر، في اي حته نروحها. بس كان يوم حلو. جدا. ايه يا عماد؟ حصلها ايه؟